السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام معناه وشروطه وفوائده. الصفحة 34 و35 في رحاب التربية الإسلامية على بركة الله. إذن هذه الصفحة وهذه الصفحة. أربطوا وأهتدي. قال تعالى في سورة الملك الآية 13: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أتأمل الآية لأقف على خشية الصائم لربه بالغيب في صومه. إذن أقول تتجلى خشية الصائم في استحضار مراقبة الله تعالى في صيامه، بمعنى أن الصائم لا يأكل ولا يشرب، فهو ممسك عن الطعام والشراب وعن شهوتي الفرج وشهوتي البطن. من يراه وهو صائم؟ قد يأكل الطعام وهو مختبئ، قد يشرب ولا يراه أحد، ولكنه يخشى ربه بالغيب. عندما يكون وحيدا في مكان ما فهو يستحضر رقابة الله، لا أحد سيعرف ما يفعل إلا الله، ولكنه يخشى الله. هذا هو أقف على خشية الصائم لربه بالغيب في صومه، أي أنه يستحضر مراقبة الله تعالى له في صيامه. أتأمل وأتساءل، انظر إلى الصورة بدأ. إذا إن قال المذيع إن رؤية هلال رمضان قد ثبتت شرعا. أعلن المذيع أن رؤية هلال رمضان قد ثبتت شرعا، وأن أول أيام الصيام هو يوم غد إن شاء الله. أحمد عمره 6 سنوات سأل أمه السالكة فقال: وهل سأصوم أنا أيضا يا أمي؟ إذا هو عمره 6 سنوات. بما ستجيب الأم السالكة ابنها أحمد في رأيك؟ إذا هو عمره 6 سنوات وقال لأمي: هل سأصوم أنا أيضا؟ فبما ستجيبه؟ بما ستجيبه؟ إذا أنا سأقول، تقول له: لا يا صغيري، لن تتحمل الصيام، ما زلت صغيرا. أو قد تقول له: لا يا صغيري، أنت لم تصل إلى سن البلوغ بعد. مفهوم؟ إذن تختار أنت الجواب الذي تريد، لأنك الدرس الآن أنت لم تدرس بعد الدرس، لذا حتى لو كان جوابك خاطئا لا عليك. فهنا احتمالات، ماذا ستقول الأم؟ وفي الغالب أنه طفل صغير فقط، هذا جواب لكلكم تقريبا تقوله. نعم. قال أقرأ وأفهم. قال تعالى، هذه الآية ضروري تحفظوها وتبقى عندكم، لأن في الغالب في الامتحان يقولوا لكم ما هي الآية التي فرض الله بها الصيام. فهمنا؟ هذه ضروري. إذا تقول له: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أخرجه البخاري في صحيحه. إذن كتب فرض عليكم لعلكم تتقون، لتحقيق التقوى. ما حكم صيام شهر رمضان؟ صيام شهر رمضان فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. إذن الصيام فرض، يعني ليس تطوعا، من شاء فليصم ومن شاء من لم يصم لا يصوم، عفوا. إذن فهو فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. طبيعة الحال نتعرف على الشروط من بعد.
استخلص من الحديث، الحديث مكان الصيام في الإسلام، الحديث الذي قلنا فيه بني الإسلام على خمس. نعم، الصيام من أركان الإسلام كالشهادتين والصلاة والزكاة والحج التي لا يصح الإسلام إلا بها. إذن الصيام ليس يعني من الأشياء يعني التطوعية، هذا شهر رمضان، نتحدث هنا صيام شهر رمضان، هو فرض وركن، ركن يعني لا يصح الإسلام إلا به، لا يكتمل الإسلام إلا به. إذن هذه هي مكانة أمر أكتسب. الصيام لغة الإمساك عن الشيء والكف عنه. ما معنى لغة؟ لغة يعني هذاك الفعل صام يصوم، اش كنعنيو به؟ خلي هو ما ناكلش ما نشربش رمضان، لا، بعيدا عن رمضان. لغة مثلا نقول ان مثلا كاين شي مدخن، رجل يدخن السيجارة مثلا وهو مدمن على التدخين، واحد النهار هو يحبس التدخين، نقولوا لقد امسك الرجل عن التدخين، لقد كف الرجل عن التدخين. أو نقول، اسمع، نقول لقد صام الرجل عن التدخين، يعني كف وأمسك، المعنى ديال الفعل صام. فهمنا؟ نقول صام الرجل عن الكلام، يعني انقطع عن الكلام، لم يعد يتكلم، يعني توقف عن الكلام. ما باش نفهموا شنو هي لغة. إذا الصيام لغة الإمساك عن الشيء والكف عنه، وشرعا حفظوها، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، وهو عبادة فرضها الله على المسلمين كما فرضها على الأمم السابقة. نعود ونقول هو الإمساك عن شهوتي البطن. ما معنى شهوتي البطن؟ أي أن الإنسان في رمضان لا يأكل ولا يشرب، هذه شهوة البطن. أما الفرج فهي شهوة الفرج هي ألا يجامع الرجل زوجته، الرجل والمرأة ما كيتجامعوش في رمضان، يعني وقت صيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الرجل مع الزوج ديالو، مفهوم؟ يعني باش تعرفوها ماشي غنحفظوها وندوزو. إذن هو الإمساك عن شهوتي جوج، البطن والفرج. شرحنا البطن هو الأكل والشرب، الشرب، والفرج هو الرجل مع زوجته إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، يعني نصوم تقربا إلى الله، ليس لهدف آخر من أجل أن صحة أو يعني لأن فيه فوائد أو. إذن وهو عبادة فرض الله على المسلمين كما فرض على الأمم السابقة، يعني قبل المسلمين كان هناك اليهود، كانوا كالنصارى، كان أمم أخرى من أنبياء آخرين كداود وسليمان، كان هناك صيام. إذا وشنو الدليل؟ هو الآية اللي كنتم حفظوا لديال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلكم هي الأمم اللي سبقتنا. ندوز. أرسخ من شروط الصيام، أولا الإسلام، باش الإسلام بين، هو أن الشرط الأول أن الإنسان اللي غادي يصوم خاصو يكون مسلم، مسلم، ياك العقل، أن يكون عاقلا، أن يكون له عقل، لا يكون مجنونا، أن يكون عاقلا لا مجنونا. البلوغ هو أن يبلغ الفتى وتبلغ الفتاة. الفتى كيف نعرف أن الفتى وصل إلى سن البلوغ وأن الفتاة وصلت إلى سن البلوغ؟ أن مثلا الفتيات البنات يخرج، يعني واحد الوقيتة ملي كتكبر شوية يخرج منها دم الحيض، عندما يخرج منها دم الحيض هنا أصبحت يعني مكلفة، أصبحت لزاما عليها الصلاة وأصبح لزام عليها الصيام. الولد كذلك، ولكن الولد يخرج منه المني سائل أبيض يخرج منه، هنا نقول أن هذا الولد أصبح بالغا وأصبح مكلفا، لا حياء في الدين. ماشي عاد باش حم واحد ممكن يسول الوليدات كنقولوا من بولو كيقولوا يا خصو يكون عنده 10 سنين 12 عام 14 خصو يكون كبير، ما يخرج ليه الموستاج مني غلاض ليه صوته،
البلوغ ولقلنا أن البنت يخرج منها دم الحيض والولد يخرج منه سائل أبيض وهو المني. إذا نعود الإسلام العقل البلوغ ثم شنو الطهارة من دمي جوج الحيض والنفاس، يعني المرأة يكون فيها دم الحيض لا تصوم ويكون فيها النفاس. تكون شنو النفساء؟ النفساء هي المرأة الحديثة الولادة التي الله ولدت، هذه كنسميوها نفساء. هي ما كتصومش، أخي يكون رمضان ما تصومش، تفوت مدة ديال 40 يوم عادة تبدا تصوم صافي. إذا الإقامة، الإقامة شكون شنو الإقامة؟ هو أن هذاك الصائم، الصائم ميكونش مسافر، ميكونش مسافر، يعني يكون في البلد ديالو. مثلا شي واحد جا عندكم ضيف في رمضان جا من مدينة بعيدة، ياك بلا ما نهضروا في المسافة، واش نقولوا حنا مدينة بعيدة؟ أنت كتسكن في، كيسكن أنت في كازا الدار البيضاء، وجا هو من 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 مراكش، ياك ممكن ما يصومش هو، حيت ماشي حيت مسافر، ماشي مقيم. انت مقيم، انت ساكن في هذيك المدينه، غير باش نفهموا ما ما يشرح لكم المعلم مزيان. اذا الاسلام العقل البلوغ والطهاره من دم الحيض والنفاس، الاقامه ثم الاستطاعه. الاستطاعه متعلقه بالصحه، انسان مريض عنده مرض مزمن او ما عندوش مرض مزمن، عيا هذاك النهار صيم، ارتفعت الحراره، مرض ما قدرش يصوم، كيفطر هذاك؟ لا ما غاديش نبزعوا عليه، لان الله، الله عنده المسلم اغلى من الصيام، الله يحبنا ما يبغيش لينا التهلكه. لهذا اللي ما عنده استطاعه ما كيصومش. اذا هادو مسا نحفظوهم، وما كاتب لكم من شروط الصيام، يعني راه كاين شي حاجه اخرى، المهم انتم حفظوا هاد السته. اذا من فوائد الصيام الروحيه الاخلاقيه الصحيه الاجتماعيه. من الفوائد الروحية تهذيب النفس وتزكيتها. إذا لاحظنا في رمضان أن الناس كيوليو ضريفين، كيتهذبوا، كيتخلقوا أكثر، كيكون إلا كان مأدب كيزيد يتأدب، كان مأدبش كيتأدب، كينقص من الأخلاق السيئة. تقوى الله كذلك لعلكم تتقون، كما كتشوفوا أن المساجد تصبح ملأة بالمصلين وتتزاحم الصفوف، هذا من النفحات الربانية لشهر رمضان. فهمنا؟ يعني لا، هذه هو يسمى كريم، فالكرم يكون فيما هو روحي وأخلاقي وصحي واجتماعي. إذن الأخلاقية الكف عن الغيبة والنميمة. الناس كيتجاوزوا بزاف الأخلاق اللي دميمة وغير حسنة، كيقولوا اللهم إني صائم باش ما نفسدش الصيام ديالي، ما نقصش من الأجر ديال الصيام ديالي. إذن وكف عن سائر الرذائل، الرذائل مثلا اللي كيتناول الخمر ما كيتناولش الخمر، اللي كيدخن كينقص لينا من داك التدخين ديالو، بزاف ديال الرذائل كتكون كنقصوا منها. الصحيه اراحه الجهاز الهضمي، بطبيعه الحال انا في رمضان كنقصوا الماكله، ياك ما كنصوموا على الاكل والشرب، كترتاح المعده ويرتاح الجهاز الهضمي، وكتطهر المعدة والأمعاء من الرواسب. خو حنا أصلا لا نريح الجهاز الهضمي، كنريحو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن غير كيقول الأذان الله أكبر، أو كنتحيد ديك الإراحة، كنشربو الحريرة ونشربو العصير، ناكلو السمك، البطبوط معمر، أرالي سميتها ما شنو العجب العجب. اذا مهم إراحة الجهاز الهضمي بين قوسين. اجتماعية، تحقيق الشعور بالاتحاد والتضامن والتكافل. لاحظوا ان في شهر رمضان ما كيكون شي متسول كيدوز يعني في حدا الدار، ان الام ديالك تخرج ليه يعني الطعام ويبغي يفطر، وتخرج ليه التمر والحريرة، الناس كيبداو يتصدقوا بزاف لانه رمضان كريم، إثارة عاطفة الرحمة، يعني الناس كيوليو رحماء بينهم أكثر في شهر رمضان، وتكثر الخيرات بإذن الله. إذا نمشيو، أعرف الصيام شرعا، يلا شفناها. إذا هي الصيام لغة عن الشيء، لغة إمساك عن الشيء والكف عنه. شرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، وهو عبادة فرضها الله على المسلمين كما فرضها على الأمم السابقة.
استدل على أن الصيام عبادة فرضت على جميع الأمم. هذه الآية اللي قلنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الذين من قبلكم، هذا هو الجواب، لعلكم تتقون. صافي، مشيو. وعبروا عن موقفي: صائم صائم لا يكف عن الغيبة والنميمة. قل لي أنا، أنقول هذا الصائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش. ما نقولوش ليه أنك راك ما صيمت، لا راك صيم ولكن ما عندك أجر، لا، لأنه أذهب أجر الصيام بالغيبة والنميمة. صافي، ما نقولش لي صيامك ما ديش، لا. يك عندنا قرينا دابا أن الصيام شنو الصيام؟ هو إمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هو راه ماكل ما شرب ولكن راه ما لا أجر له. هذا الصائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش، غير محن، فهمنا؟ لأنه أذهب أجر الصيام بالغيبة والنميمة. طفل غير بالغ يصوم رمضان تطوعا. علاش نقول له أنا هذا؟ نقول أستحسن صنيع هذا الطفل، لأنه يتهيأ للصيام مستقبلا عندما يصبح بالغا، مش عندما يبلغ، مستقبلا عندما يبلغ. صحيح صحيح، لأنه يتهيأ للصيام مستقبلا عندما يبلغ أو عندما يصبح بالغا، وله أجر هذا الصيام. هذا الصيام ما غاديش يضيع فيه، بل له الأجر. ولكن إذا كان غادي يتمحن يحبس، فهمتوا؟ يصوم ولكن يشوف من يشوف راسو غادي يتأذى وغادي يسخاف وغادي يجوع بزاف بزاف يحبس، لأن الله سبحانه وتعالى قلنا أنه يحب عباده. أعدد في جمل فوائد الصيام الروحية والأخلاقية والاجتماعية والصحية، مستدلا بما يناسب. مهم، نقول احنا للصيام عدة فوائد، منها شنو؟ فوائد صحية، إراحة المعدة والجهاز الهضمي. فوائد أخلاقية، الكف عن الغيبة والنميمة والكلام الفاحش. فوائد اجتماعية، إسعاد المحتاجين والمساكين. فوائد روحية، التقوى وكثرة الذكر وتلاوة القرآن. فين كتبوا هادشي بسيط، مستدلا بما يناسب، يعني أمثلة من الواقع. بغيت تبقى تناقشوا مع الأستاذ، يعني يعطيه أمثلة من الواقع. أتشبع بالقيم، علمت أن الصيام عبادة، أصوم تدربا على الطاعة ومحبة في الله. يعني لبحت أغلبية في المستوى السادس لم يبلغوا بعد، لا يفرض عليهم الصيام، لهذا قال أصوم تدربا على الطاعة ومحبة في الله. من الآن استعد نصوم على حساب اللي قدرت، يوم 3 أيام 4 أيام 5 أيام في رمضان، ماشي مشكل. أبحث، تعرفت حقيقة الصيام، أعد درس البحث عن الحقيقة لأقف على أهمية معرفة حقيقة كل شيء. هذا الدرس اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.